عندي قال لك مملكه الطوب، مملكه الطوب. تصور واحد القضيه، عمرك شفت شي قوم كيحسدوك على زلزال فيه اكثر من 3000 او 3000 ها 3000 شهيد؟ زلزال اللي هو مع عند الله، مع عند الله، ما ضربونا بالنواوي، ما حرقونا بالعوافي، ما ذبحونا، ما فيزياونا، حنا ما غرناش منهم، ما حسدناهمش على 250000 قتيل قتلتهم الجهية والمخابرات الجزائرية والعسكر لامبي، ما حسدناهمش. الله يسهل عليهم، الله يزيدهم. الله يا ودي شكون حسدهم؟ اللهم زيد وبارك. ما حسدناهمش على 5,600,000 شهيد، ما حسدناهمش، ما حسدناهمش على الزلزال ديال جيجل، وعلى الزلزال ديال الصنام، وعلى الفيضان ديال تيبازا، ما حسدناهمش، حنا ما كنحسدوهمش، حنا ما كنحسدوهمش، ما كنحسدوهمش على الجفاف، ما حسدناهمش على جرف التربة اللي نشف وماتت الآلاف من الأسماك، حنا ما فيناش الحسد، اللهم زيد وبارك، ما حسدناهمش على الأشرية السوداء، اللهم زيد وبارك، حنا ماشي محسدين، نتوما زلزال ديال الله، حسدتوا المغاربة وما كرهتوش يجي عندكم الزلزال، وحنا نتمنى أن يلبي الله طلبكم إذا كنتوا باغينو، هادشي اللي كاين.